بسم الله الرحمن الرحيم. محمد سلامي، صيدلي بمدينة الرباط، رئيس جمعية عالم الصيدلة المغربة، وكذلك رئيس مجموعة ذات المنفعة الاقتصادية خلية النحل. والقرار اللي اتخذته وزارة الصحة يعني السحب الاكتشاف السريع ديال اللعاب داخل الصيدليات كان غير صائب بتاتا، لأنه الحالة الاستثنائية اللي كيعيشها العالم وكذلك بلدنا الحبيب يعني كانت كتستدعي إجراءات استثنائية وإجراءات جريئة من أجل الحد من انتشار هذا الوباء هذا وتفادي الكارثة يعني في المستقبل القريب. يعني أول يعني التدابير اللي كانت خاصها تقوم بها الحكومة كانت خاصها تكون تدابير الحقيقة يعني عندها واحد الحكمة وواحد الواقعية وواحد المصداقية، للأسف دائما نتدخل من بعد يعني الفاجعة. فالنقص في واحد المجموعة ديال الأدوية ومنهم بعض المكملات الغذائية اللي كي يتعطاو في البروتوكول ديال العلاج ديال كوفيد 19، هذا الخصص هذا كان في المراحل الأولى وفي الأشهر الأولى ديال الظهور ديال هذه الجائحة ديال الكوفيد. نفس الحالة تتكرر وخاصة في هذه المدة الأخيرة بواحد نسبة أكبر، لأنه الانتشار ديال الجائحة وعدد الحالات يتكاثر يوما بعد يوم. للأسف كان على أي حال كان يعني التواجد الكشف السريع عن طريق اللعاب داخل الصيد كان سوف يسهل الأمر على وزارة الصحة وعلى الحكومة لاتخاذ إجراءات يعني معقولة لصالح البلد وصالح المواطنين. علاش؟ لأن داخل الصيدليات كيمكننا نقوم بالاختبار ديال أكثر من 1.5 مليون يوميا ديال هذه الاختبارات السريعة، وهذا يعطينا واحد الصورة واضحة على العدد ديال الحالات الحقيقية، وبالتالي غادي يعطينا الإمكانيات وشنو هي الإجراءات والاحتياطات اللي خصنا ناخذها من أجل تفادي يعني الكارثة. هو الاختلاف ديال الأثمنة غادي يكون عنده أسباب كثيرة، منها الأصل ديال هاد الاختبارات هذه ديال الكشوفات ديال الفيروس ديال الكورونا، لأنه الدول اللي كتصنع هاد يعني لي تيست بطبيعة الحال غادي يكون أثمنة مختلفة، وبالتالي حتى البيع ديالها غادي يكون مختلف. هذا من جهة، لكن أنا كنظن للحد من أجل يعني باش يكون الثمن باهظ ديال مثل هذه الاختبارات، لانه في هذه الظرفيه هذه مادام الدوله تحملت التلقيح وكان مجاني، كان على الدوله كذلك تقوم بالاجراء اللي هو يعطي واحد المصداقيه للحكومه. وبطبيعه الحال غادي نتفاداو يعني الاسوأ هو انه حتى هذه الاختبارات هذه كانت خصها تكون مجانا. ولكن انا كنعتقد بانه وزارة الصحة عندها واحد المسؤولية كبيرة في ضبط الامر ديال الاثمنة والتحديد ديالها، وكذلك الضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب في هذا الامر هذا، لان هذه صحة المواطن.